لكمة قوية يوجهها أحد الجبناء لرجل مسن. شرطة نيويورك في صدد البحث عن مجرمان قام بضرب رجل يبلغ 72 عاما بدون أي سبب يوم الأحد. دونالد راسروم هو اسم الضحية الذي كان في طريقه إلى بيته في شارع جين ويست فيلج، ويقول بأنه لاحظ شخصا يقف على جانب الطريق لكنه بدأ غير مكترسا. انتظر المشتبه به لاسروم حتى اقترب، بينما كان شريكه يراقب على الطرف الآخر من الطريق. بغته بلكمة قوية على وجهه وطرحه أرضا، ومن ثم فر هاربا مع شريكه. لاسروم كان بعيدا مسافة 45 مترا عن بيته، وقد رآه أحد البوابين الذي يعرفه واتصل بالنجدة، وها هي صورة المشتبهين بهم. تبين لاحقا أن لاسروم يعاني من جلطة دموية في الرأس، والشرطة تسأل الناس عن المشتبهين بهم علهم يتعرفون عليهم. فما رأيكم يا سادة